بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، أهلا بيكم في قناة الدكتور سامي، القناة العلمية اللي متخصصة في الأبحاث الطبية اللي بتفيد الإنسان. النهاردة رايحين الصين في جامعة بكين ومعاهد كتير منتمية لها، حوالي 25 باحث عملوا بحث على موضوع مهم جدا، وهو شيخوخة الدماغ. يعني ايه شيخوخة الدماغ؟ هو ان الانسان كل ما بيتقدم في السن بتبدأ ذاكرته تضعف وتركيزه يقل وذكاؤه كمان يقل، وبعض البشر مع التقدم في العمر بيجيلهم الألزهايمر. فهل يمكن تأخير هذا الأمر؟ هل يمكن أن يحافظ الإنسان على عقله وتركيزه بدرجة عالية جدا ويعطي لمخه عمر كبير، بحيث أنه هو يعني يطول في عمره البيولوجي للمخ مش عمره؟ فتخيل أن احنا لقينا علاج ودواء يأخر لنا موضوع شيخوخة المخ، ويزود لنا عملية التركيز، ويحسن لنا الإدراك، ويمنع موضوع الزهايمر ده أن يجي الإنسان. صحة المخ هي أهم شيء عند الإنسان، والناس كتير جدا عشان مخها ده بتجري تعمل حاجات كتيرة جدا عشان تظبط الدماغ بتاعتها، وللأسف بياخدوا أدوية بتأدي إلى انهيار المخ في الآخر. معظم الناس اللي بتدخن سجاير يقول لك أنا بشرب سجاير عشان التركيز بتاعي، أنا بشرب شاي عشان التركيز بتاعي، أنا بشرب قهوة عشان التركيز بتاعي، أنا يعني بحاجات كتير جدا بنعملها علشان مخنا يبقى مركز وعايشين بطريقة كويسة. فهل في علاج لو ضمناه أو خدناه ممكن يأخر شيخوخة المخ؟ طب ولو كان بيأخر شيخوخة المخ دي بيأخرها بمقدار قد إيه؟ ده موضوع البحث اللي اتعمل، بحث كبير جدا اتعمل في بكين ومنشور في أهم مجلة من مجلات العلم، مجلة اسمها سيل. البحث ده اتعمل على 12 من قرود المركاك، اللي طبعا ما يقدروش يعملوا بحث على البني آدمين، برغم إن الدواء يعني ملايين البشر بتاخده، وبتاخده من 60 سنة. الدواء ده اسمه الميتفورمين أو الجلوكوفاج، مشهور باسم الجلوكوفاج، والناس كتير جدا عارفاه، خصوصا بتوع مرضى السكر، ودواء رخيص جدا. فلقوا إن الدراسة اللي اتعملت على 12 من قرود المكاك، وكل القرود دي كانت ذكور، ما اتعملتش على إناث، وده من ضمن عيوب الدراسة إنها اتعملت على 12 من القرود الذكور فقط. ادوهم الميتفورمين يوميا لمدة طويلة جدا، لمدة سنة، ولقوا النتيجة إن أدمغة القرود اللي أخذت الميتفورمين تقدمت في العمر بشكل أبطأ، يعني كانت عملية التقدم في العمر بتاعتها أبطأ بكتير جدا. طب أبطأ بمقدار قد إيه؟ أبطأ بمقدار 6 سنين عن القرود اللي ما أخدتش الميتفورمين. يعني القرود دي نفس السن، مجموعة بتاخد ميتفورمين ومجموعة ما بتاخدش ميتفورمين. أما جوهم شافوا وظائف المخ، لقوا إن القرود اللي بتاخد ميتفورمين دي سن مخها، يعني العلامات بتاع التركيز والذكاء والإدراك والكلام بتاع مخها، زي أكنها أصغر بمقدار 6 سنين. طب 6 سنين دي في القرود دي تساوي قد إيه في البني آدمين؟ قال لك تساوي 18 سنة، لأن عمر القرد بينضرب في 3 يدي العمر المتوقع للإنسان. يعني إيه؟ يعني إحنا لو ناخد الميتفورمين ده ممكن يأخر شيخوخة المخ لمدة 18 سنة. طيب جماعة بتوع البحث ده ما بصوش بس على المخ بتاع القرود، بصوا كمان على يعني أعضاء تانية فيهم. راحوا على الكبد، لقوا وظائف الكبد أحسن بكتير جدا في القرود اللي بتستعمل الميتفورمين. راحوا على القلب، لقوا القلب بتاعهم أحسن. قاسوا حاجة مهمة جدا، وهي دي من أهم أسباب الشيخوخة، حاجة اسمها الالتهاب المزمن، انفلاميجنج. التهاب المزمن ده التهاب بسيط كده بيمشي في الجسم كله، وده تدريجي بيدمر الجسم. وعلماء كتير جدا بيقولوا ان هو ده السبب الرئيسي للشيخوخة، هو ده اللي بيكبر الانسان ويعجز الانسان ويهلك الانسان في الاخر خالص. لقوا ان هو بيقلل الالتهابات المزمنة دي بدرجة كبيرة جدا في كل اعضاء الجسم كلها، من اول شعر الراس لغاية ضفر الرجل، كلى، الكبد، القلب، كل الاعضاء الرئيسية دي. فجاء بقى زي ما احنا بنحب نقرأ الابحاث دي،
جه واحد اسمه هو من اكبر علماء الشيخوخه في العالم، ما شاركش في البحث الصيني ده، ولكن هو باحث كبير جدا متخصص في علوم الشيخوخه دي، اسمه بارزيلان، دكتور اجنبي او اوروبي يعني او امريكي، بيتكلم عن البحث ده بيقول ايه بقى؟ بالرغم من ان الموت امر حتمي، الانسان لازم هيموت، لكن الشيخوخه كما نعرفها ليست حتميه. يعني ايه؟ يعني انت ممكن تفضل لحد ما بصحتك لغايه ما ياذن الله سبحانه وتعالى بانتهاء العمر. فالميتفورمين هو بيقول ده كلامه، انه عنده القدره على تغيير كيفيه تقدمنا في العمر. يعني ان هو ياثر على موضوع الشباب ده. طيب بيقول لك ان الميتفورمين ده بيستخدم من اكتر من 60 عام لعلاج السكر من النوع الثاني، الجماعه اللي عندهم سكر. لكن لقوا ان فوائده بتتجاوز مجرد العلاج بتاع السكر ده. وده حاليا كل الابحاث شغاله على موضوع اللي هو ازاي الميتفورمين ده يعالج او ياثر على الشيخوخه، وكمان يمنع السرطان ويحسن وظائف القلب والاوعيه الدمويه. حاجات مهمه وحاجات مفيده جدا. حاليا بيدرسوا تأثير الميتفورمين في دراسة كبيرة جدا بتعملها بقى شركة دواء كبيرة معروفة في أمريكا اسمها شركة ميرك. بتعمل الدراسة دي على 120 بني آدم، 120 بني آدم تجرب عليهم، هم دول بقى يعني بتوع التجارب، بلاش نقول يعني الورود بتاعتهم، بيجربوهم أو بيجربوا عليهم الميتفورمين وعشان يشوفوا التأثيرات بتاعته على تأخير الشيخوخة. في أبحاث تانية لقوا إن الميتفورمين ما بيطولش عمر الإنسان ولا حاجة. يعني هم طبعا الاعمار دي عندهم بياخدوها بالمتوسطات ولا يعني الاف البشر والكلام ده ما بيتعملش اي طلب، لكن لقوا انه بيحسن اداء الانسان، بيحسن وظائف الانسان. فالبحث الخاص بتاعنا ده بياكد الكلام ده كله. فهل بقى ايه اللي ممكن يحصل؟ الميتفورمين دواء ضعيف، هو دواء طبيعي مستخلص اصلا، يعني كان مستخلص من نبات لكن حاليا بيصنع. الاتجاه العلمي حاليا ان احنا بقى نجد بدائل للميتفورمين، حاجات اقوى من الميتفورمين. واحنا كنا اتكلمنا في حلقه عن دواء ياباني بدا ينتشر في شرق اسيا وبدا يوصل حتى لبعض الدول العربيه، اسمه الايميجليمين، ده الاخ الاقوى للميتفورمين. فدي اول خطوه ان احنا بقى نلاقي حاجه اقوى من الميتفورمين، وبيستخدم علاج ناجح جدا للسكر واتكلمت عنه في حلقه ارجعوا لها. لكن احنا عاوزين نوصل بقى لحاجه اقوى كمان من الايميجليمين، وتكون مركزه اكتر على الشيخوخه، لان الشيخوخه هي سبب كل الامراض. تلاقي الانسان بيتولد صخ سليم، صحته زي البوم، شباب زي الفل، بعد ما يعدي سن ال 30 يبدا يحس التغير، 35 التغير يزيد، 40 لو بيمارسش رياضه والكلام ده وبيدخن تلاقي التدهور بقى اسرع، نلاقي الضغط، السكر، نلاقي تركيزه اضعف، ذكائه بيقل يعني او الالمعيه بتاعته بتقل، تلاقي الامراض تبدا تركبه لغايه ما تسيطر عليه في اخر العمر، وتبدا تيجي بقى مرحله لا قدر الله مرحله الامراض الشديده اللي بتنهي حياه الانسان، يعني الانهاء الطبيعي بتاعه. فهم بيحاولوا ان هم يلاقوا حاجه تخلي الانسان يعيش طبيعي، يعيش كويس من غير امراض لاطول فتره ممكنه في عمره. بالنسبه لموضوع الجلوكوفاج حاليا ايه الاستخدامات بتاعته الى جانب السكر؟ السكر بيدوه لمرضى القلب، بيدوه لمرضى الكلى ما عدا اللي هم كليتهم باظت خالص، بيدوه لتكيس المبايض، لان طبعا ده حتى المبايض بيرجع عمرها الى سن اصغر، وبيساعد في زياده فرص حدوث الحمل. لكن حاليا دلوقتي احنا بننادي بان الميتفورمين ده يبقى علاج لكل البشر، علاج او يتاخد بعد سن 35 في الجرعه القليله بتاعته، الجرعه اللي هي نص جرام بتاعته يبداوا. لكن لو لقينا عند واحد عنده مقاومه انسولين او عنده السكر ده بيتاخد جرعات اعلى بتوصل ل 2 جرام، اربع اقراص من اقراص النص جرام في اليوم، او قرصين من القرص اللي هو 1 جرام في اليوم. ده بالنسبه لجرعه الميتفورمين، وله اسماء تجاريه كتيره ممكن تسال عليها الصيدلي تقول له الميتفورمين ده موجود في ايه لوحده، تمام، لانه موجود مع حاجات تانية كعلاج للسكر، موجود في ايه لوحده علشان انا ممكن اخده. طيب ايه عيوب بقى الميتفورمين؟ كل فيش علاج في الدنيا، برغم ان العلاج ده اصلا كان ماده طبيعيه. ايه العيوب بتاعته او السايد افكت الاساسي بتاعه؟
الميتفورمين بيقلل إلى حد ما نسبة امتصاص فيتامين بي 12، ولازم ناخده بعيد عن الأكل، يعني تاخده قبل الأكل ربع ساعة ولا حاجة عشان يمتصه إيه ويختفي من المعدة قبل، ما ينفعش تاخده بعد الأكل، هيقلل امتصاص فيتامين بي 12. فيستحسن إن احنا ناخد فيتامين ب مركب أو بي 12 بالذات، ولو خدته حقن مع الميتفورمين علشان نقص البي 12 ده ما يحصلش عندنا. فدي الحاجه اللي العيب الوحيد فيه واللي مش موجود في الحاجات في الايميجلمين اللي بعده، وان شاء الله ما يبقاش موجود في الحاجات اللي الابحاث شغاله عليها، المشتقات اللي هتبقى اقوى منه واحسن منه. ده الكلام بتاعنا عن البحث المهم بتاعنا النهارده عن الميتفورمين، والى اللقاء في حلقه قادمه وبحث جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.